بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لفتة كريمة أيضا من معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ومتابعة حديثة أيضا من وكيل وزارة الداخلية سيدي الفريق عصام النهام في إصدار قرار يعطي المقيمين المخالفين لقانون الإقامة، وهذا الموضوع يشغل الكثيرين من ضيوفنا في دولة الكويت. مقيمينا الحالية موجودين بالكويت، كل واحد انتهت إقامته وشايل هم الغرامات وشايل هم عدم تجديدها، وطبعا وبالتالي التفت إليهم وزير الداخلية الله يعطيه العافية في هذا القرار، قال إن المقيمين المتواجدين داخل البلاد فقط من حاملي الإقامات بكافة أنواعها ممن انتهت إقامتهم كل المواد 17 و18 و20 وغيرها وكلها، كل الإقامات اللي موجودة حاليا والموجودين بالكويت داخل البلاد هم يستطيعون حاليا أن يجددوا إقاماتهم لمدة 3 شهور مؤقتة تنتهي في 31/5. أيضا لفتة كريمة ومميزة ممن دخلوا البلاد بسماد دخول زيارات، والزيارات بكافة أنواعها، طبعا هناك الزيارة التجارية، الزيارة السياحية، الزيارة العائلية، هذا جايب أمه، هذا جايب أبوه، هذا جايب أخوه، هذا جايب زوجته، أيضا فتحنا لهم المجال 3 شهور يستطيع أن يجدد عبر موقع وزارة الداخلية لمدة 3 شهور تنتهي في 31/5. يعني جدد أونلاين؟ أونلاين طبعا يدخل على موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.kuwait. طيب سؤالي الأخير الآن، يعني المخالف اللي انتهت إقامته في هذه الفترة يمدد له 3 شهور بدون ترتب أي غرامات تقع على عاتق هذا المقيم، وأيضا بالنسبة لكروت الزيارة بجميع أنواعها. بجميع أنواعها، عساك على القوة. مشكورين مشكورين لها اللفتة الكريمة. طبعا كل التحية والتقدير والشكر للعميد توحيد الكندري مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالنيابة، وأيضا الشكر موصول لمعالي وزير الداخلية صراحة على هذه اللفتة الكريمة وهذه اللفتة الإنسانية. أيضا كل الشكر موصول لوكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام اللي اليوم يتواجد على رأس النقاط التفتيش في زياراته الميدانية، أيضا نوجه لهم رجال الداخلية كل التحية والتقدير. وإن أتت هذه القرارات الإنسانية فإنما تنم عن وجود من هو يفكر بهذه الإنسانية لجميع الفئات في الكويت، وعسى الله يحفظنا يا رب ويرجع علينا هذا الفعل الخير إن شاء الله دائما على أرضنا الغالية الكويت، ويدوم علينا المحبة يا رب العالمين.